البداية نتاعك صعيبة شوية كانت جاسر هذي أول ما مشيت منين؟ الفانكوفر بالعكس معناها كنت مشيت بليسي هي أي دونك صعيبة ما لعبتش من الأول بتبيع بليسي ما تلعبش، اما كي رجعت لعبت ديريكت معناتها وكونتر شكون؟ كونتر جمعية كبيرة، كونتر زلاتان. اول ماتش هذاك معناتها اي اوبشن نجيك اوبشن نجيك البدايه معناتها انك تمشي معناها وتلقى روحك صار لك الغلطه الطبيه لهنا في تونس وخطا طبي معناتها صعيبه هذا شيء علاش كنت طبعت الفلوس راني لتو في تونس كنت نجم حتى نمشي هذيك كيفاش؟ ما قلت لك مثلا قلت لك هاي سيدي صححنا تو البري كونترا وصار وعندي الفوت في ركبتي هذيك راني ترين زي ماعتين اخرين ثلاثة اول مرة جات راني عاود تضرب مرة ساهة ولا صحيح هاي بعد ما نجمش نمشي غادي يقول كذا سعيد تضرب في ساهة ليش كنت تحمل الغلطة اللي صارت لك وقتها؟ شنو؟ بلون هذا يتسمى في الراديو ليش كنت تحملها للطبيب العملية ما نجمش نذكره خاطر يخدم على روحه هو ربي يعينه خويا ان شاء الله يتعلم من غلطته كان نجم يقبلك على مستقبلك خويا ربي خذ لي برضات الوالدين كلمته لومته ولا لا كلمته بالحق ولا لومته ولا ما خممش حتى نيه سيئه لا ولا مش نيه ظروفه مش نيه عنده عائلته ليه يخدم على روحه وربي عينه وان شاء الله يتعلم من غلطه قلت دونك مع به تو تعديت على الضربه هذيك سي بون تو الحمد لله قلت لك الاسلام راهو كان اللي عملوه معايا راهو بالحق حتى كان نخرج معناتها شو قد من الاخر عباره عصفور جناحه مكسر وركبوا له واحد جديد عاودوا لك من جديد على الاخر على الاخر على الاخر تحس في روحك توا سبعة على الاخر في الحكايه دي ايه حسيت اخر من قبل باهي بظهرك اول ماتش مع زلاتان فالي لو فامو ماتش الناس الكل ظهر لي في تونس تبعت والناس الكل في العالم حكيت عليه ظهر لي هكا ولا سي بو خي بلا ماتش صعيبه احكي لي شويه كواليس الماتش هذاك زلاتان ابراهيموفيتش اليوم 38 عام تقريبا هاز الميلان اللي هي الاولى في الكالتشي وحده اسلام بشر ذاك مش عادي اقسم بالله كي تشوفه يجري في التيران تقول هذاك خور صغير مني بالرسمي بالحق تتعلم منه برشا حاجات انت كيفاش لعبت له معناتها كيفاش اسلام انا راني دخلت معناتها بحاجه اخرى جمله راه انا كي جيت نلعب قبل في الماتشوات ونلعب راني دخلت كيك برا وخايف شوي انا ذاك الماتش باش نرجع فيه اول ماتش عندي انا وما ليس كامله تتسنى فيه معناتها تتسنى في شكون هو التونسي اللي جايبينه دونك دخلت مونتاليتي نتاع يا ذا اللي طيرني الفوق يا ذا طيحني معناتها دخلت موتيفي برشا صحيح انا خفت منه بعد الماتش اكثر من الماتش فهمت صار بعد الماتش يا ذا كي تشوفه كيفاش طاح الكمبيوتر ده ماركين انه في الاخر اي 4 3 ولا 3 2 يسب فيها جيرون فرنور دزو هو بعد دز الغلام نتاعو اي يتصرف معنا كما تصريحاته بعجرفه وتكبر خويا في التيران كيفاش؟ في التيران هو هو ما تبدلش الكاركتير تاع الملاعب صارت بروفوكاسيون حاجه بيناتكم غادي ومن هنا شادت بعضها ضرب صارت ضربته هو يسبني مش فاهم في نفهم وين نرجع من هنا حاسد علاش؟ غلبت عليها بطبيعة تاكور مستنسي ماركي في الماتشوات في ثلاثة وديجا ماركة كان بونتو بركة ثم بونتو معناتها كان فرج فيه الماتش اخر اي شوف طلعت عليه في الاخر اي صحيح صحيح تفضل اي بروفوكيتو شوي انت ولا خليته واحد يكون اللي كان ركز معنا خرج نزوز حمراء الاربيتر صاروا برشا حديث في الماتش هذاك يدي هكا يتبهل هكا يرجع عفس لي عصابات وانا نرجع نتبهل نصدم فيه هكاك خرجت الخماج الدابة توزن انت ظل لعبت له بذكية ما لعبتش لصيق له خليت شوية بيناتكم هكاك هو يحب هكا شكون يرسق له باش يعمل له هكا يخليه وراه انت خليت ميتو ديما بيناتكم يا اخو حذرك منه خليه يدور هاني قرد هيك ما دارش هاكا يرجع لقيدي خويا يلعب اصحابه وامور ما حبيتش تاخذ مدريد بعد ماتش ما حاولتش حاجه هكا ملاعب صغير حتى كان يلعب في تونس يلقى روحه قدام نجم عالمي كبير تقريبا اللي هو زلاتان ابراهيموفيتش ما خممتش في جاش البالك تاخذ مدريد ولا حاجه شوف الملاعب هذاك ما يعطيك انا اصحاب امراه يعني ديجا عندي اللغه اش معناها اصحاب 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 ما كاو يعطيك انا اصحاب معناتها يبدا صاحبه من الجمعيه نتاعك هكا من يبدا صاحبه من فريقك ولا حاجه لعب معاه مثلا ولا ولد بلادو معناتها باش تمشي وانت تقول له نبدلوا ما يقول لك لا سمعت هو جاي هكا اللي شبه له هذاك كنت فرج فيه الفيديو اي هكا برجع يمشي تلفت لقاه وداز مشي تشغل عطيه مريول داز وداز ما تفرجش فيه الفيديو لا ما شفتهاش الحقيقه هذاك بعد دازو
قلت كذا بلعب ذيك ما بدك يعني اصحابه ما كان دونك انت فاهم خليني بقدري سليم سليم توي الموت خوي صحيح كبركة ملعب كبيرة ما شفت شوكولاتي مريول شي يعملوا معايا صعب ما فماش ما فما لعبي اخرين كبار لعب ضدهم ولا كان زلاتان انت ما لعبتش برشا ماتشات ظهر لي ما زلت لعبت لعبت كونتر تشاريتو لعبت كارلوس فيلا شنو الفرق ما حتى تشاريتو ملعب كيف كيف نيفو كبير وروني زاد كان فكروا اي تعب معنا غادي تعبوك وي تشيشا يتحرك برشا زلاتان بون ينجم هكا مش نفس البروفيل صحيح يعطيك ضربتين انه ما يحب ياسر يلعب بظهره هكا الاخر يتحرك برشا خويا ما يتعبش اي انت نصارك يتعبك تشاريتو اكثر حتى ديما الملاعب يبدا طويل وقبري يحب لك العركه في وسط اللعبه الملاعب يبدا يجري برشا يقلقوا ولا يقلقوا من الاخر يتعبك مونتالمون اكثر كي برشا تكتيك مون قوي برشا فهمتك بالمشي بركه يتعبك تلفت تخا من هنا تعاود تلفت القطاع من هنا ما تفهمش حاجه